صباح الخير، شلونكم؟ شو اخباركم؟ طبعا شنو اليوم اني بادي من الصبح دا اطبخ، ما عندي شي، قاعدة من الصبح. ف اليوم راح اطبخ ماركة بربين، قلت خلي اشارككم بيها لان اني اموت عليها وكلش طيبة. فاللي حيرة شو اسوي اليوم راح اساعدكم بموضوع الغداء. ف اللي تحتاجوه هو بربين تغسلوه وتقطعوه هيجي مثل سبيناغ، بصل، عدس، اطيب شي العدس مو تنسوه، مرقة طماطة، كبهارات او شي معجون طماطة، ملح، فلفل، كركم، وماجي، وشنو بعد؟ طبعا اكيد اللحم، يا اما تحطون قطع لحم يا اما تحطون لحم مفروم، بس الدجاج مو طيب عليه، فاللحم اهم شي. وشنو استخدموا مية اللحم عليه. فهسه راح نبدي وياكم الخطوات. نسوي من هنا لأن شنو شوفوها هسه تقريبا صارت وضكتها تخبل، أبد ما تخيل ظني هاي المرقة كلش أحبها. تقريبا خلصت هي. دام إحنا دا نحكي بالطبخ، سويت شوربة ماش إحنا تمن وشعرية وبصلاية داخلها، وبعدين البصل اللي نحمصه، وكمون وزيت نباتي. كل ليش تصير طيبة الشوربة؟ جربوها. طبعا اكيد ما جيها بحط لها، تصير خرافية.